التعديلات الطريق احنا موافقين عليها، ومش انا ده، هم لو سالت هتلاقي كل اللي معدده موافق عليه. لما يكون هيتعمل تعديل ويطلع فيه مثلا نائب رئيس جمهوريه، مثلا يطلع فيه مجلس شورى، يطلع فيه حاجات كويسه، دي هتبقى لمصلحه البلد يعني. اوافق على تعديل بعض مواد الدستور. يعني هو بيبقى نوع من التحديث للقوانين القديمه او الدساتير القديمه، لان انا طبعا محاميه وبشتغل في مجال القضاء، فاكيد طبعا تعديل الحاجات القديمه دي كانت بتناسب المجتمع قبل كده، لكن دلوقتي اكيد طبعا في تطورات، والتطورات دي لازم تتناسب معاها الحاجات الجديده اللي احنا بنعاصرها دلوقتي، فطبيعي لازم نغير معاها الدستور. اوافق على تعديل الدستور في البرلمان، شايفه انه كويس ويمد سنتين عشان يخلصها. اوكي ما فيش مشكله، يخلص مشروعات اللي في البلد ويخلص على الخلل اللي في البلد برضه. لا مش موافق على بعض تعديل مواد الدستور، عشان المفروض اللي ده كان الدستور اوريدي خلاص يعني حصل عليه استفتاء قبل كده، ليه نرجع نغير فيه تاني؟ يعني انا شايف ليه ده يحصل تاني وبشكل مفاجئ، يعني حتى ما كانش فيه تمهيد لده، فجاه كده يحصل تعديل على الدستور اوريدي. طب ما الدستور ده احنا وافقنا عليه وموجود، ليه يحصل تعديل عليه؟ طبعا اوافق لو كان في صالحنا وفي صالح المراه، في صالح الشباب، خصوصا الشباب عشان هم تعبانين جدا. ليه ايه الداعي يعني ان انا ارفض يعني؟ طبعا اوافق على تعديل مواد الدستور، على اساس ان خصوصا الماده الخاصه بتعديل فتره الرئاسه، لان الرئيس طبعا ماشي بخطى وخطه ماشي الحمد لله رب العالمين، ماشي مظبوط وبخطه ثابته. ما ينفعش بقى انا اروح استنى واحد تاني يجي يعلم ده هيعمل ايه. المراه ليها دور كبير جدا في المجتمع، لا طبعا المراه يا امي يا اختي يا بنتي كده، فدي طبعا تعتبر شريك اساسي، فلا بد برضو ان يبقى ليها دور تشريعي وكده، ده بيبقى شيء عظيم يعني. فرض ماده الرئاسه، انا مش مع الفتره القصيره، انا مع الفتره الطويله، لان في مشاريع بتبقى بتحتاج 5 سنين وعشر سنين وفي اكتر من كده. انا شايفه ان هو يتاجل شويه، يعني في حاجات كتيره قوي في الدوله المفروض ان هي يهتموا بيها، ومشاريع كتيره المفروض ان هم يهتموا بيها احسن من كده. وليه اصلا ان احنا نعدل دلوقتي واحنا مستعجلين عليه؟ ليه وليه نجيب مجلس شورى اصلا واحنا عندنا مجلس نواب وفعلا فيهم نواب كتير قوي غير فعالين بالمره؟ بعض المواد ممكن تعديلها بناء لاحتياجات الشعب والبلد، وبعض المواد التانية لا يمكن تعديل. عودة مجلس الشورى كويس، ما فيش مشاكل، ممكن يرجع، بس ما يبقاش نسبة الاختيار فيه عالية، يبقى بانتخابات. لا أي ظروف قد تطرق غياب رئيس الجمهورية لأي سبب، لازم يبقى في نائب ليه عشان يحرك المسائل بتاع الدولة. كان عندي رأي أنه الدستور برمته في حاجة إلى إعادة نظر. أنا مع أن احنا نكتب دستور جديد ياخد وقته، نعمل حوله حوار مجتمعي. كان عندي من البداية من دستور 2014 رأي أنه مدة الأربع سنوات مدة غير كافية أبدا لأي رئيس، وأعتقد أنه 6 سنوات كفترة رئاسية هي المدة المناسبة.